اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الشرارة الأولى للنكد، وإزاي بعض التصرفات المستفزة من الزوج أو الزوجة بتكون الخميرة الأولية للنكد والعكننة، ودور سوء الفهم والتأويل في قطع التواصل بين الزوجين اللي بينفصل كل واحد منهم بدماغه وبعيد عن التاني اللي مش فاهمه ولا حاسس بيه. من هنا محتاجين نسأل سؤال، هل فعلا التصرفات المستفزة دي سبب كافي لهدم المعبد على دماغ الزوجين والأطفال، ولا في مرحلة تانية بتتصاعد فيها الخلافات والأمور بتوسع لحد ما توصل أحيانا لنقطة اللا عودة اللي تخلي كل واحد منهم مقتنع تماما باستحالة التفاهم مع الآخر، وإنه ممكن يتفاهم مع كراسي السفرة ويتعايشوا مع بعض بشكل أفضل؟ خلينا متفقين ان الحياة مش بتتهدم من موقف واحد مهما كانت قوته، باستثناء مثلا مواقف الخيانة، سواء كانت خيانة امانة وكسر الثقة بين الزوجين، او خيانة مع طرف اخر خارج منظومة الزواج، او تعدي صارخ من احد الزوجين على الطرف الاخر. انما اللي بيحصل في الاسر اللي بتتعرض للانهيار والانفصال ان المشاكل بتتراكم وما بتتحلش. اي مشكلة بيتعرض لها الزوجين مهما كانت كبيرة او صغيرة ممكن بالمناقشة والتفاهم تتحل، وما تسيبش اثر عميق يأثر عليهم فيما بعد وتتراكم عليه مواقف تانية توصلهم لاستحالة العشرة. وهنا لازم نفتكر المثل الشعبي اللي بيقول اللي تقدر تحله بايدك ما تستناش لما تحله بسنانك. العقدة في بدايتها ممكن تبقى سهلة فكها، بينما لو كل واحد منكم قاعد يشد باقصى قوته لحد ما العقدة تتربط على الآخر مش هيبقى ليها حل، اللي غالبا حل عنيف مش هيرضيكوا بالتأكيد. هتقولي طب ما احنا بنقعد ونتكلم بس الموضوع فجأة بيوسع ويبهوأ مننا، ونلاقي نفسنا بدل ما نتصالح طالعين بإصابات خفيفة أو تقيلة حسب التسهيل يعني، أو حسب المكان اللي بنتخانق فيه. ما هو أكيد لو قاعدين في الصالون ومفيش جنبكم غير المخدات هيبقى الموضوع مختلف تماما عن لما تتخانقوا وانتوا في المطبخ. اختار لك مكان مناسب تتصاب فيه. بس بعيدا عن الأسلحة، ايه اللي بيخلي زوجين يقعدوا يتكلموا ويطلعوا متعورين، وزوجين تانيين يقعدوا يتكلموا برضو وفي مشكلة مشابهة تماما ويطلعوا متصالحين وراضين؟ وبعيدا برضو عن الخيال العلمي بتاع موضوع راضين ده، بس خلينا نركز شوية هنا ونعيد الشريط ونمشيه سلو موشن ونفصصه حتة حتة عشان نشوف بيتفهموا ازاي وفين الأخطاء اللي ممكن تخليهم يمسكوا في بعض. الحوار بين الزوجين او حتى بين اي اتنين بينهم اي علاقة حابين يكملوا فيها له اصول، لو اتبعوها هيقدروا يتواصلوا ويتفاهموا بشكل موضوعي يحل المشكلة من غير ما يصيب اي واحد منهم بأذى نفسي يخليه متضرر من العلاقة وحسس انها ضغط عليه. هضرب لك مثل صغير، لو انا نزلت الصبح على شغلي لقيت واحد من الجيران راكن عربيته بشكل قافل عليا ومنعني ان انا اخرج، فانا هنا بالتاكيد محتاج اتصل عليه عشان ينزل يحرك عربيته واعرف اخرج انا. تعاملي انا مع الموقف ممكن ياخد اشكال كتير، منها الصح ومنها الغلط. ممكن جدا اتصل عليه واقول له معلش والله استاذ فلان انا اضطريت اصحيك بدري لاني محتاج اروح شغلي وعربيتك قفلت عليا ويا ريت تنزل تحركها. هنا انا اعتذرت عن الازعاج رغم ان هو اصلا اللي متسبب في التاخير، بس انا اعتذرت عن الجزء اللي يخصني وهو اضطراري للازعاج ده، ومنتظر ان هو كمان يعتذر في المقابل. وقدمت طلبي بشكل مهذب ما يخلوش يتحرج عن الاعتذار ده وانه ينزل يقضي لي مصلحتي وننجز بقى. انما لو اتصلت بيه صحيته من النوم وقلت له ابو فلان عربيتك معطلاني وما كانش صح ابدا تركنها بالشكل ده، الانتظار تحت العماره له اصول والشارع مش بتاعك لوحدك وانا مش تحت امرك، ولا عشان انت ابن صاحب العماره يعني هتعمل لنا قلق وتمنعنا نركن تحت البيت؟ شايف الموشح الطويل العريض ده؟ لو اخذنا منه عينه وجينا نحللها هنطلع بشويه معوقات خطيره جدا تمنع التواصل بينك وبين الاسفلت اللي في الشارع والله. ودي اهم نقطه عاوزين نتكلم عنها النهارده واللي ممكن نسميها قاتلات التواصل. الحوار الهجومي اللي مليان نقد ولوم واصدار احكام وسوء نيه وتفسير لا يمكن ابدا يبني علاقه جيده بينك وبين اي حد عموما. العلاقات الجيده محتاجه انك تغذيها بحوار موضوعي يناقش المشكله ويتوصل لحل. انما الازمه اللي بتحصل بين الناس لما الحوار يتحول لجدل غير موضوعي وما بيوصلش لاي حد، اتنين ماشيين في خطين متوازيين كل واحد بيهاجم التاني وبيدافع عن نفسه وبيرمي التهمه بعيد عنه واخر همه انه يحل المشكله بالفعل، المهم انه يقصف جبهه ويكسب موقف ولو على حساب جثه العلاقه باكملها، المهم ما يطلعش غلطان ولا يعتذر او يتفاوض او يدور على حلول. طب وفي العلاقه بين الازواج المشكله ممكن تبدا منين؟ اضرب لك مثال. هضربه لك حاضر. لو افترضنا وانت نازل من البيت الصبح وقبل ما تقول يا فتاح يا عليم مراتك قالت لك عاوزين بامبرز للواد وانت مع انشغالاتك طول النهار نسيت، عادي يعني من حقك كمواطن صالح مسحول في الشغل طول النهار انك تنسى. واول ما دخلت من باب البيت بايدك فاضيه وقبل برضه ما اي حد يقول لك حمد لله على السلامه نفس الحد ده عايش في زروطه طول النهار ومستني وصولك بفارغ الصبر عشان يامن احتياجات المفعوص الصغير اللي مبهدل الدنيا. وعنها بقى ودق يا مزيكا،
مش انا قلتلك عاوزة بامبرز للواد؟ انت على طول مهمل كده واحنا في اخر اهتماماتك. نفسي مرة اطلب الطلب مرة واحدة بس ويتنفس بدل وجع القلب ده والمحايلة شخرمية مرة لحد ما تجيب الحاجة. هنا انت هتسكت؟ ليه؟ لسانك مربوط بعد الشر؟ هو انت ما بتحسيش ابدا؟ داخل تعبان من بره ولسه ما خدتش نفسي وعمالة تزني؟ وليه ما قلتيش من بدري واستنيت لحد اخر واحدة وبعدين طلبتي؟ ومش جايب حاجة، وخليه بقى يزحلق الدنيا لو كان عاجبك. وين وقف الشريط هنا؟ وهعلمك طريقة كويسة نفكر بيها في المواقف اللي من نوع ده. انت مطلوب منك تبص للطرف التاني ولنفسك بالتساوي، ومن منطلق نقطتين، المشاعر والاحتياجات. لما مراتك قابلتك المقابلة السخيفة دي كانت ايه مشاعرها واحتياجاتها؟ هي كانت محتاجة انك تلبي طلباتها اللي هي في الاصل طلبات ابنك، وتحس بالاولوية عندك، وتتخلص من الازمة اللي مسربة في كل حتة. ولما انت رجعت من غير احتياجاتها حست بالضيق والغضب لانها مضطرة تكمل بقية يومها في مسح مخلفات ابنك اللي في كل حتة. طب وبالنسبة لك انت راجع من الشغل تعبان ومحتاج استقبال هادي وكلمة كويسة من على الباب تخفف تعبك، ولما لقيت المقابلة دي حسيت بالاحباط وعدم التقدير. اللخبطة دي كلها منكم انتوا الاتنين خلت كل واحد بيدافع عن احتياجاته ومش شايف خالص مشاعر التاني. انت مش حاسس بمعاناتها طول اليوم مع طفل مغرق الدنيا، وهي مش حاسة بتعبك ومجهودك في الشغل ولا قادرة تلتمس لك عذر لمجرد انك نسيت تشتري لها طلباتها. ومن هنا نقدر نقول الحمد لله تم قتل التواصل بنجاح. انت وهي مش هتتفاهموا طول ما انتوا مش شايفين مشاعر بعض ولا احتياجاتكم، وكل واحد منكم هدفه ان هو يدافع عن نفسه ويخلص من الحوار وهو مش غلطان. والحقيقة ان دي حاجة تخلينا نتساءل هنا شوية، هو احنا ليه بنخاف نطلع غلطانين؟ فيها ايه يعني لما نسيت؟ ما انا بني ادم، ليه خايف من اني اعترف بالسهو والنسيان وانزل تاني دلوقتي ولا بعد شوية اصلح غلطتي وخلاص الموضوع اتقفل؟ ممكن جدا يبقى خوفك من ان هيبتك تضيع لما كل شوية تقول انا اسف انا غلطان، وشايف ان الاعتذار هيقلل منك، بينما شريكة حياتك بتفكر بشكل بعيد عن كده تماما. ممكن خايف من ردود افعالها اللي انت خلاص حفظتها، وانها مش ست مارنة هتعدي الموقف وخلاص، وانما هتفضل تأنب فيك وتعيد وتزيد ومش هتخلص. يعني نقدر نقول هنا ان الخوف بيبقى من الاحكام المسبقة وسوء النية والانتقاد، وده اللي بيحول المناقشة بين الزوجين لجدل مفيش منه اي فايدة. وقبل ما نفسر سوء النية والانتقاد خلينا نفسر الجدل نفسه وازاي بينشأ. الأزواج اللي بيلجأوا للجدل كتير غالباً ما بيكون كل واحد منهم بيعاني من نقص احتياجاته الأساسية من التاني، زي احتياجات الزوج للتقدير والاستحسان والثقة، واحتياج الزوجة للاهتمام والاحترام والتصديق في مشاعرها. الأزواج المشبعين نفسياً وعاطفياً وبينهم حالة من التفاهم والمرونة بيقل احتياجهم للجدل. هو مش محتاج ينكر ويهاجم ويدافع ولا حتى يقف جون، هو ببساطة هيقول معلش ما خدتش بالي، وهي هتقول حصل خير وانتهى الموضوع. طول ما كل واحد منهم مش حاسس برفض التاني ليه وعدم تقبله لتصرفاته، وإنما المشاكل اللي بينهم بتكون عبارة عن شوية أخطاء بسيطة بيقدروا يتجاوزوها بشوية تفاهم، ومن غير ما كل واحد فيهم يعني يطلق على الآخر صفة يوصموا بيها طول العمر، يعني يشوف الغلطة بعين الموقف الراهن بدون تعميم، ويتقبل ان الكوبايه اللي وقعت من على حرف الترابيزه كانت غلطه غير مقصوده، يعني من غير ما يوصف شريك حياته بانه مهمل وعشوائي ومش بيحافظ على حاجه ومش خايف على العيال من الازاز المكسور وعاوز يشلني ويجلطني. الجدال عاده ما بيكونش على ايه اللي اتقال، وانما غالبا بيكون على الطريقه اللي اتقال بيها. الزوج ما كانش معترض اكيد على انه يشتري البامبرز، ما هو بيدفع كل يوم، جيت على المره دي يعني، انما اعتراضه على الهجوم اللي اتقابل بيه وكلام زوجته اللي وصل له احساس بانها مش متقبلاه وبتوصفه بالاهمال وعدم الاهتمام بطلباتها، هو ده اللي سبب له الم في مشاعره وخرج عدوانيته في وشها. النظره السطحيه هتقول ان الاتنين دول عقلهم خفيف بيتخانقوا على بامبرز، طب انزل اجيبه انا يا جدعان وتبطلوا خناق، بينما الموضوع اعمق من كده. الكلام السلبي وصل لكل طرف من الاتنين مشاعر مؤلمه بيحاول يحمي نفسه منها ويتجنبها بانه يرمي التهمه على التاني عشان ما يصدقش انه مقصر او مهمل ويحس بالذنب، بيسد ودانه عن كلامه المستفز ويصرخ فيه ويمسكه في بعض. وطبعا لما تكون في حوار مع شخص بيعتدي عليك بكلام جارح انت عمرك ما هتتعاطف معاه ولا هتسمع له، هتبقى كل طاقتك موجهه ناحيه الدفاع عن نفسك وبس. ومن هنا مش بس الحوار بيتحول لجدال، لا ده بيتحول لمعركه، كل واحد من الاثنين بيحارب فيها عشان يخرج منتصر على الثاني وكانه اصبح عدو مش شريك حياه. طيب سامع واحد بيقول لي هل تجنب الحوار اصلا شيء كويس يريح دماغنا من الجدل اللي ملوش لازمه؟ ايه يا ابني يا حبيبي اللي بتقوله ده؟ ازاي يعني؟ الحوار واحد من اهم مقومات الحياه الزوجيه، انما الجدال هو اللي لازم تتجنبه، ومش معنى اننا نتجنب الجدال يبقى بلاش حوار خالص، اتناقشوا بس ما تتجادلوش. بعض الناس للاسف لما بتلاقي اغلب الحوارات بتتحول لجدل عقيم ما بيطلعوش منها باي فايده غير تراشق الاتهامات والاطباق ومخدات الصالون، بيقرروا فعلا ان هم يسكتوا خالص، خلاص الكلام ما بقالوش لازم والطرف التاني عمره ما هيتفاهم، وحتى لو انا سيطرت على نفسي وحاولت اكلمه بدون اتهامات واطلاق احكام
هو برضه واخد وضع الدفاع وبيجادل على الفاضي والمليان، واهم حاجه عنده انه يتهرب من مسؤوليه الموقف، يبقى خلاص الكلام ملوش لازمه. بعض الزوجات عشان تهرب من الجدال بتضطر تكبت مشاعرها وتتجنب المناقشه من اساسها، وده ممكن يمثل انتصار مزيف للزوج اللي قدر يخرسها ويهاجمها على حد فهمه، بينما على المدى الطويل ده بيسبب تراكمات ممكن تنفجر في اي لحظه غير مناسبه وعلى موقف مش مستاهل اصلا، بس هي خلاص ما بقتش مستحمله اكتر من كده، ولو ما انفجرتش هتفقد ذاتها وتحس انها مجرد اداه بتنفذ التعليمات وتتلقى التهم وبس. وكذلك الازواج لما بيلجأوا للصمت لتجنب الجدل بينعكس ده على بقية تصرفاته، بيتعامل مع الزوجة ببرود وعدم اهتمام كنوع من العقاب وإظهار عدم رضا. والحقيقة إن الخروج من الجدال للحوار الموضوعي مش محتاج غير شوية موازنة ومقاومة الميل للجدال والانتصار للنفس في سبيل الوصول لحوار بناء بيفيد العلاقة مش بيهدها. حتى لو اضطريت إنك تقفل الحوار مؤقتا لحد ما كل واحد فيكم يهدى ويكون قادر ان هو يناقش بشكل افضل ومن غير هجوم ولا تجريح، وساعتها هتوصلوا فعلا للنقاش البناء اللي بيحل المشكله من غير ما يأذي اي طرف من الاثنين. وزي ما عرفنا ان الجدال من قاتلات التواصل، طب هو اللي قتله لوحده ولا كان معاه حد تاني؟ اقول لك اتقل شويه لسه في تاني، بس يا سيد الفاضل هذا امر شرحه قد يطول وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.